فالواقع هذا الأمر هو الذي يجعل التحرك التركي لا يعني يظهر قوة عندما تتحرك بالوقت المناسب وبالحجم المناسب والأسلوب المناسب، ولا يظهر ذلك في أمور أخرى. نحن نعلم الواقع أن الدور التركية في روسيا ليس كدور روسيا في سوريا، ليس كدور روسيا وإيران على سبيل المثال، وإنما أصبح إلى حد كبير يعني يقتصر على منطقة معينة، وهذه المنطقة يعني تعود بالأزمات، أولا أزمات المشردين إلى منطقة إدلب وما حولها ومنطقة حلب وما حولها، وأيضا أزمة الواقع يعني التحركات فريق من الأكراد بدعم أمريكي على الحدود التركية. يعني تركيا في بعض القضايا لا تستطيع الواقع أن تتقدم أكثر مما ينبغي، وفي بعض القضايا عندما تتقدم يكون هذا في مصلحة على مناسب، يعني بالنسبة للعلاقات الإيرانية الروسية لا تريد أيضا روسيا أن يكون هناك سيطرة إيرانية في المنطقة، علما بأن إيران الواقع لم تدعم أيضا هذا الطرف الذي ترتبط به من ناحية المذهب الديني، ترتبط به ارتباطا وثيقا في أرمينيا في أذربيجان، ولذلك الواقع استطاعت تركيا أن تتحرك إذا صح التعبير في منطقة فراغ سياسي، فتستطيع فيه أن تتحرك بقوة وبتأثير مشهود كما شهدنا في القضايا التي في قضية قرابخ بصورة خاصة.